مرته تحكم فيها. على كل حال انا مرتي دكتور على كل حال. ورا هذا مسافر هذا وما نعرفوش انا مسافر هذا. مسافر شكون هذا مسافر؟ باش انا العين نطلع وخلاص ما على بالي اذا كانوا اصحاب لقمان ولا مش اصحاب لقمان. انا والله ما نعرف الناس يا جماعه. طلع المسافر طارق، شكون المسافر هذا؟ مسافر وين يسكن هذا المسافر هذا؟ السلام عليكم. سلام اهلا، انت شايفك مع لاباس؟ خلاص خلاص نعرفك شايفك يا خويا على انا ما نعرفك. انا طاقوني في اللايف، جيت شفت شويه قدرك مرحبا عادي بك خويا، خير ربي يحفظك وبيك. مرحبا خويا. يا خويا اسمك شوف انا قاع... انا على كل حال تقديم عليا في غرفه باش يكون في معليش، ولكن اسمك خصك رانا هنا خاوه قاع ان شاء الله طيب وربي يهدينا. امين يا ربي. تسمع حبيت برك نشارك شويه الراي مرحبا تاعي. بك تفضل. حبيت برك انت ولا الناس اللي تتفرج يعرفوا بلي انا القمان نعرفه ثاني، انا نعرفه ونعرفه بيرسونيلمون داكوغ. مي المشكل، المشكل ماشي انا بور موا لافي تاعي المشكل، وباش تعرفتك من بويراني جارك، انا من اصلي من برج بوعريني. عندكم صح غير الشوا اللي مليح فيه، عندكم الشوا وحمام السانه. ربي يحفظك. شوف صاحبي انا نقول لك عفسه، شغل الانسان ولا لي زالجيريان سبيسيالمون كامل نغلطوا وكامل فينا دي صح ديفو. صح انا انا شنو واحد منهم، انا واحد منهم. السيد هذا انا نعرفه ما شفت منه غير الخير الحمد لله. كاين ناس قالوا لي كيما وليد، وليد ثاني صاحبي نعرفه، ها واش قال فيك ولا ها واش دار ولا ها لقمان دار لفلان ولا دار من فلان. انا واش نعرف يا خويا من جهتي، انسان الى غلط الى غلط، خلينا نقولوا هنا جزائريين واللي طلعوا معك في اللايف كامل راهم يقولوا انا وليد فاميليا انا مربي وانا ما نحبش الحرام وانا ما نحبش العيب وما نحبش كذا. انسان الى غلط خويا هز التليفون عيط له هدر معاه قدام من نار يقلو يطلب منك سماح، ما يطلبش يسبك ما يسبكش، ادعي للخير ما يدعيكش، هذيك حاجه بيناتكم. ولكن كاين حاجه يعيطوا لها الستره، انا نعرف باللي الرجال تستر. صح انا شخصيا من نهار جيت للغربه وش والله العظيم غير وليد عمتي، وليد عمتي غلط معايا في الغربه وفاميلتو ما سمعوش ما با خليتها بيني وبينه. انا هكذا نعرف صاحبي. دوك هذا السيد اللي راهم الناس هادو غلط غلط معاهم ولا قاسهم في عرضهم ولا قاسهم في مشاعرهم ولا في حاجه، الغلطه تسرى. انا واش نعرف انسان يغلط معاك ويغلط في حقك، تزابيه يا خويا توكل عليه ربي، مينيموم توكل عليه ربي وتسكت وتدهيله بالعيده وتدعي له بالهدايه والسلام عليكم. شغل انا هاد اسمح لي المرضى. يا اخ تفضل المسافر اسمح لي. تفضل خويا. الناس هنا واش راهم يقولوا؟ راهم يقولوا بلي هضرنا معاه وهو ما يعرفش كيفاش يجاوب، يعني هو شغل ما باش كاين في مخه. من الله بين هاد يسلمك. الناس، من بين هاد الناس هاوليك وليد وهاو نسيم وحتى ايوب هضر معاه قالوا الله انت يسلمك. ماكش صاحبي، قالوا انت ماكش صاحبي. شغل مانيش صاحبك على روحك خويا، انا نشوفك غلطت بالنية وكل واحد تاعك. يطيح لك بيمك، واحد يطيح لك. انا طيح لي بخالتي، انا طيح لي بخالتي كيف انا انا ما انا عنديش يمه، انا ما انا عنديش هو واحد يطيح لي صاحبي، بيمه. انا هو صاحبي لو كان عيط له دوك نضارب معاه ويطيح لي بيما ما نديرش عليه لايف خويا، ما نديرش عليه فيديو اسمح لي نوكل هو عليه عارف ربي. كيفاش يتصرف. انا هكذا نعرف، هكذا نعرف خويا. نورمال طيب مقبوله نقبلوها. هكذا خسر ريان خويا، باسكو علاش دوك انا الا نروح ندير فيديو وفي الفيديو نقول لهم انا مانيش حايب بالفتنه، بصح راني اك دير في فتنه صاحبي، اك تهدر في غيب سيد مام سيد ماشي مليح ويكون في غيب مش حاضر معاك تحل فمك عليه، راهي ماهيش مليحه حرام. حتى هو ما سطرش السيد في الماء وضربه. ماشي هو اللي في الماه، في الماه جماعه واحد صح اخرين بعثوا له فيديو. المهم هنا انا ما جيتش، ما جيتش اسمح لي انا شوف ما تفضل جيتش تفضل نبرر، تفضل 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 والله تفضل. ما جيت لا نبرر لا نبرأ السيد هذا، جيت نعطي الراي تاعي من منظر خارجي. فهمت كيف اوب حبيتني صح؟ باسكو انا لو كان جابني نيف على صاحبي ولا عفسه ما اللايف هذا بالك نبعثوا له ليه نقول له واش يقولوا فيك ولا عفسه ونخرج. فهمت لي صح؟ انا من باب رجوله ومن باب جزائري ومن باب كذا، واسمعني مليح وما تفهمنيش غلط، يا تفضل بقى. باب رجوله والتربيه تاعي والدين تاعي اللي نعرفه القليل اللي نعرفه، والله ما ندير هذا الاخر كامل اللي غلط معايا نطلب له بالهدايه وربي يهديه ان شاء الله وربي يسامحه. وبالك لو كان انا وانت وواحد اخر ومام سيد هذا ماشي مليح وندعي له كامل بالهدايه ولا نخليه يعاود وحده يسوبوز اون كيستيون، بالك وحده يتسجن. انا ما نشوفش شنو المغزى من نروح ندير فيديو باش نبين عيب تاع انسان ونقول انا راني جزائري وهنا لي زالجيريان رجال وهنا كذا. خويا انا نعرف رجوله غلط معايا واحد نعطيه في الوجه، نعيط له نقول له اسمع انت رخيص هاك واش درت هاك واش درت، يطيح لي ونطيح له نكوبي ونبلوكي نسوبريميه ونفوتو ونوكل عليه انا ربي. ما اسمحلوش عند ربي طيح لي بخالتي،
انا ما سمعتش عند ربي. من حقك. شوف انا قال لي رخيص، شوف قال لي رخيص، قال لي باسل، قال لي كبير، وقال لي نقول عليك ونبزق لك في يوتيوب. هذا اللي مسامحه فيه. انا مسامحه. اسمع خويا طارق، ريح لي بخاتي، انا ما سامحوش. هذاك شي شغل. من حقك الى هذا السيد، من هذا السيد. انا خاتي ماشي تلعب. معليش معليش، اسمح لي خويا، قدرك عالي. الى السيد هذا فاتك في الكلام ولا توشك ولا قاسك، كاين ربي وراك قلتها، ما نسمحلوش عند صح. بصح وشنو المغزى انا نروح ندير لايف ونطلع فلان ويهدر فيه ونزيد نطلع مام سيد مش مليح، نقولوا السيد هذا راهو واش هضروا عليه الناس كامل فيه وبالك فيه كتر. بصح علاش نروح نطلع ندير لايف ولا ندير فيديو عليه ولا ندير حاجه؟ انا نعرف هكذا. وتما بيناتكم ربي ان شاء الله يهديكم كاملين كيما راكم، باسكو راني نشوف فيكم كاملين راكم غالطين. الا هو غلط او غلط، الا انت راك انت راك قاسك في عرضك ودرت لايف راك غلط. الا جالس انا غلط سمعت معليش ماشي مشكل صح، ممكن انا غلط ممكن والله لا. انا هذا واش راني نقول لك، يا نتايا ممكن نتايا تقول لك غلط يعني واحد يطيح بالخالتك نورمال عادي يعني، اللي يطيح بالخاله ماشي غلط، واللي يطيح بالخالتك لا راك كبير علي الله يبارك. انا كبير عندي 41 سنه ما شاء الله. واحد يطيح واحد يطيحني ما نروحش ندير عليه لايف. واحد يطيحني وشنو؟ نسكت. ما تسكتش في امورك حتى بينك. حتى والانسان هذا اللي كان فيه صفات ماشي ملاح. دوك انا نعطيك مثال، راك مركز معايا. دوك انا نتعامل معاك، مثلا نتعامل معاك نسرقك. يجي واحد يسقسيك، يجي واحد يقول لك واش راك في طارق، واش تقول له؟ كيجيني واحد من باب الخير يسقسيني. لا لا لا، يجي اي واحد طارق حبيت نتعامل معاه بزنس. يقول لك يقول لك تتعامل معاه، واش تقول له؟ نقول له وقتك، نقول له وقتك وننصحه. بصح ما نروحش ندير خويا لايف وفيديو ونطلع الناس يهضروا على السيد وكذا ومنا. راني راك في حقك، بال انا ما نعلمش الغيب، بالك راه طيح لك ووصلك بالك. راني نهضر معاك. لا لا ما تقل، ما تزعلش مني، يرحم بابك. والله راني نضحك، راني نضحك والله غير انا دائما نضحك، انا دائما نضحك. الا فهمت غلط خويا نكوبي واللايف دوكا ونخرج، ما كاش. لا لا انا ما نكوبيش اللايف، انا راني نضحك والله القضية. ما راني لا كونترك لا كونتر هاد العباد. انا ماشي لازم تجي معايا ولا تجي كونتري، ولا ماشي لازم تجي معايا ولا تجي كونتر. انا نسمع من عندك. راني نعطيك، راني نعطيك. اعطينا نظرة بك هذا ما كان. انا بور موا هذا فات. هذا معليش. إذا قدرتوا، إلا عندك مشكل أنت ولا واحد آخر مع السيد هذا، يفريوه بيناتهم. إلا شفت باللي ما كانش طريقة سبك، كسر الحاجز، كسر البريدج بيناتكم، وكل ربي وفوتها. أنت راك راجل واعي. حسبنا الله ونعم الوكيل. إكزاكتومون، هذه هي الكلمة الحلوة. فهمت ايش حبيت نقول لك؟ خلاص بارك الله فيك. ما على باليش يا خوتي، لوجه الله، لوجه الله. ماشي لا إيفيتيو الحوايج هذو، باسكو بالك أنتم راكم تديو في ذنب، راكم ديروا في هذه الحاجة. باسكو انا واش نعرف لا باز، نعرف باللي السيد مام اي واحد يدير فيك الشر وماشي مليح وما يكونش حاضر في الجماعه هذيك وتهضر عليه، راك تهضر فيه في الغيابين، تهضر بالغيب وماشي مليحه. ما نروح لك لا حرام لا مكروه لا منبوذ، ماشي مليحه. هنا رانا جزائريين راكم تقولوا ولاد فاميليا ومحاربين ولي زوم، جو سوي با كونتر، راني هذه اي اجري. بصح واحد غلط في وسط الجماعه ما نسيوش نزيدو نونفونسيوه مليح. حتى يبقى يسرق في الناس، يظلم، يكذب، حتى يبقى. او كاين ربي، لا انا نقول ربي يهدي وانت تقول ربي يهدي. تسمع اذا كاين ربي، تسمع اذا كاين ربي، ما كاش دين، ما كاش علاقات، كاين غير ربي سبحانه. يعني ما كاش دين، ما كاش علاقات، ما كاش معارضه. يعني هذا السيد يضربك كتيات الوجه، هذا السيد يضربك كتيات، هو ظالم هذا السيد، ما نقدرش نقولوا ماشي ظالم، هو ظالم. ضربك كتيات الوجه، والسيد عنده السكر. هكذا، يعني هذا السيد عنده فاميلته. عنده اكيد. روح روح يقول هو ظالم، ما نقول ماشي ظالم، هو ظالم. يعني هذو فاميلته ما عندهمش قلب. يشوفوا انت تشوف خوك يضربوه في نيويورك، معليش حتى يقول لك ظالم. يعني كيفاش دير؟ ايما طاح على راسه ومات. معليش يا خويا، نجعلوها بيغفر له، نجعلوها السيد. السيد مش ظالم. ظلم؟ لا لا، السيد ظلم. نقول لك مش ظالم، السيد ما راهوش ظالم، السيد ما راهوش ظالم. وهذا السيد هذا القمان ظلم، ظلم السيد وضربوه. واش نزيدو؟ نزيدو نشيعو ونبارطاجيو لي فيديو وندخلو لي لايف ونعيطو للناس؟ ماشي طريقة، والله ما طريقة. هو علاش يفيلمي ويحطو في اليوتيوب؟ ماشي هو اللي فيلمه، أنا هدرت معاه شخصيا، قال لي مانيش أنا اللي فيلمه. شكون اللي فيلمه هذاك؟ شكون اللي فيلمه؟ ما على باليش، واحد اسمه في نيويورك، أنا ما نعرفش اسمه، ما جيتش باش نبرر ولا نبرأ حتى واحد. أنا جيت نهضر على الطريقة هذه برك، أنا هذه طريقة. ومنكم نستفيد. غلط برك. ومنكم نستفيد، ومنكم نستفيد. لا لا، نستفادوا من بعضنا، وهذه هي. ما جيتك لا من باب الدين، لا من باب جزائري، لا من باب صاحبي، لا من باب الاخر، جيتك من باب انساني.
بارك الله فيك. ثاني انا راني ما نعرفكش خويا، بصح الغدوه لو كان نعرفك وتولي صاحبي ونغلطوا مع بعض وكذا وتقيس لي ما نقدرش ندير عليك لايف، ولو كان انت ما نقبلش تروح دير عليا لايف. فهمت ايش حبيت نقول لك؟ خليوها في ستر وادعيوا السيد هذا الى راه غلط، ربي ان شاء الله يهديه، ربي يهدينا كاملين. وهذا ما كان، هذا ما كان. واسمح لي ما كاش مشكل، بارك الله فيك وربي معي ان شاء الله. لا لا بارك الله فيك والشرف لينا كي قصرت معنا، بارك الله فيك. ما عرفت بارك الله خويا وربي معكم، ربي يستركم ان شاء الله وبارك الله فيك وجزاك الله خير. ربي يحفظك وصح. الله يحفظك. السلام عليكم. المهم على كل حال يا جماعه انا نروح عيد، والله عيد دوك هذه هي قصرنا شويه وربي يهدينا وان شاء الله هذا فقمان هذا دا يعتذر للناس، اي واحد دار له حاجه مش مليحه يعتذر له، لانه الناس ظلموا ظلمات يوم القيامه. فهمت؟ باسكو كاين احنا في الغربه كاين عنده يمه مريضه، كاين عنده يمه ميته، كاين عنده بابا، كاين المريض، كاين عنده مشاكل، كاين كذا، كاين ما يسمح. احنا درجات، فهمت؟